تسجيل مسرب ليوسف بن علوي وزير الخارجية العماني مع القذافي، وتسجيلات الحمدين مع القذافي، وتسجيل مكالمة المستشار حمد بن خليفة العطية مع أحد قيادات جمعية الوفاق البحرينية. للعلم، دول الحصار تثير هذه المواضيع للاستهلاك الإعلامي فقط ولمآرب خبيثة ولتحسين القبيح اللي فيهم وتقبيح الحسن في الآخرين. ما يتجرؤون أن يثيرون هذه المواضيع على طاولة الحوار على المستوى السياسي أو في اجتماعات مجلس التعاون، لأن التسريبات جزء منها صحيح وجزء منها مركبين الكلام على بعض عوايدهم. لو أن الحمدين حفظهم الله تآمروا مع القذافي أكرم عليهم، لماذا نقلت قناة الجزيرة المظاهرات والثورة ضد القذافي؟ المفروض إحنا في نفس المركب. ومكالمة سعادة المستشار حمد بن خليفة العطية فكاك النشايب، المكالمة اللي كانت عبارة عن وساطة بطلب من البحرين، تم تجزئة هذه المكالمة لتظهر على أنها دعم للمعارضة وتدخل في الشؤون الداخلية، وتسريب تسجيل معالي يوسف بن علوي أجزم بأن فبركة وتركيب الجمل صارت في مكتب محمد دحلان الإمارات وراء كل الأعمال العدائية، وما أن تخمد فتنة إلا وقام محمد بن زايد وأشعل أخرى. أما هالمرة فيطبخ الطبخة من بعيد لبعيد، لأنه متورط بقضايا تجسس ضد عمان فما يقدر يوطوط صوبهم. وبشكل عام السعودية والإمارات غير راضيين على سياسة عمان القائمة على التعايش السلمي وخلق علاقات ودية مع الدول، وهذه الأمور تعتبر من الثوابت في السلطنة. والأمر اللي أزعج السعوديين أن سلطنة عمان كان لها دور إيجابي في الوساطة بين أمريكا وإيران ونجاح المفاوضات فيما يخص الاتفاق النووي في عهد أوباما. وفي الختام، من المعلوم أن التسجيل المسرب ليوسف بن علوي انشروه في هذا الوقت لتغطية هزائم السعودية والإمارات في ليبيا وهروب قوات حفتر كالنعاج عشان يخف الضغط شوي عليهم. يوسف بن علوي سياسي محنك ضرغام، قال جملة في لقاء سابق وكأنه يشير إلى عاصفة الحزم، جملة أزعجت السعوديين. ولا يكون مقبولا أن دولة عربية تتورط في حرب ما في مكان ما ثم تأتي وتقول للعرب أنتم الآن عليكم مسؤولية أن تخرجوني من هذه الأزمة، لأنهم لم يتشاوروا مع غيرهم من الدول العربية. فإذا أنت تريد الآخرين يقفون معك فلا بد أن تتشاور معهم.